طيب حضرتنا اليوم عن أويل وعلوم إيش معنات أويل بالإنجليزي؟ بومي معناها بومي بالضبط، لذلك السيمبول تبع اللغة هو البومي، بس اختصار لويب أونتولوجي لانجويج. هون في عنا كلمة جديدة ويب، سوري كلمة جديدة أونتولوجي، نحاول نحكي عنها شوي اليوم. بس كمان نتذكر انه في المحاضرة السابقة اخذنا الـ RDF سكيما، وانه زي ما في حدا سأل هل بقدر مثلا اقول بالـ RDF سكيما اقول الميل والفيميل، انا يعني احصر خيارات المستعمل في انه يستعمل فقط للجندر ميل وفيميل. نوع ما تقدرش بالـ RDF سكيما، ما بتقدرش تقول انه الطالب قديش كورس سجل، ما بتقدرش تقول شغلات كثيرة في الـ RDF سكيما. الـ RDF سكيما باختصار فقط هي ريليشن، علاقات بين كلاسز، وفيها انه سب كلاس وسب بروبرتي، ما في شيء جديد، ما بنقدر نقول ولا اي شيء اخر. هلا الاول عالم اخر، فالأول في محاضرتنا اليوم اللي هي طبعا هاي المحاضرة تلقوها مسجلة على هذا الرابط، وكمان ثاني مثل أنطون العيف وأرامي حضرب لأنه ساعدوني عبر سنتين ثلاثة اللي مرقوا في هذا السلايدز، يعني مرات مراجعتها. أول كمان قبل ما نبدأ الريدينج ماتيريال تبعت الأول اللي هي الستاندر البرايم او التو برايم، هذا هو الدوكيومنت اللي انعملت منه حتى كثير من السلايدز والامثله من هناك عمدا، حتى نكون لما تقراوا البرايمر تلقوا انه هو يعني اللي بده يفهم اكثر عن السلايدز روح على البرايمر. هاي اللي هو الستاندر. المحاضره اليوم مجزأة لثمان اجزاء، حندخل في ثمان قضايا. اول قضيه حنعطي انترودكشن عن اويل، وبس بعدين قسمت اويل ل سبع مواضيع، خلينا نقول اللي هم الكونستراكتس تبع اويل، لسبع مواضيع حندخل عليهم بارت بارت. وات از اويل؟ سو اويل ستاندز فور ويب اونتولوجي، سوري انا غلطت هون، اونتولوجي ويب لانجويج. هم قلبينها صح؟ هم قلبينها صح؟ ويب أنتولوجي لانجويج؟ احتمال. بدك ما عملتش انتبه. طيب. أول صارت ستاندرد وين ده؟ 2004 W3C، ما بنسميهاش ستاندرد، بنسميها ريكومنديشن. وطلع أول 2 وين ده؟ بال 2009، في أكتوبر 2009 طلعت أول 2. على فكرة احنا اللي بندرسه أول 2. ما هلا بنشوف الفروق بين اول 1 واول 2. اول اثبات في سيمانتيك ويب فيجن، انه بتعرف تسمعوا عن السيمانتيك ويب فيجن اللي هي الكور اصلا، انه نعمل اونتولوجيز للصفحات الانترنت اللي مرات بنسميها ذا نيكست جينيريشن اوف ذا انترنت او ويب 3.0. اخذنا ار دي اف وار دي اف اس واويل، وحناخذ كم من لغه وتكنولوجي، هاي هي السيمانتيك ويب فيجن. طريقة أخرى ندرس السيمانتيك، فبتوضح الصورة أكثر معانا بعد شوي. هلا أويل is meant to describe the meaning أو السيمانتكس تبع الداتا اللي على الإنترنت. على فكرة على الإنترنت أو لغير الإنترنت بس هي طبعا صممت للداتا اللي على الإنترنت. هل بتقدر نقول برضه RDFS صممت برضه to describe the meaning semantics of web data؟ طبعا بس هذيك لغة صغيرة ما فيش فيها، ما بنقدر نحكي فيها كثير يعني. فهاي بنقدر نحكي فيها كثير، معظم الاشياء اللي في بالنا بنقدر نعبر عنها في أول. هلا طيب أول is called an ontology language. شو يعني؟ يعني اللي بكتبه بأول هو ontology.
That's what we specify in our is called an ontology. هلا شو الانتولوجي؟ الانتولوجي is about the exact description of things and their relationships. هاي in general. For the web, ontology is about exact description of web information. بغض النظر عن شو هذا التعريف، هذا طبعا مش تعريف precise بس حاولت ابسط. لاحظوا انه انتو لما عملتوا ارديف اس وكان الارديف اس بدهم تحطوه على الويب وبدهم يستعملوه الناس، هلا شو الارديف اس تبعكم؟ كنا هو عباره عن تعريفات والناس تستعملها، مزبوط؟ هلا يعني اصبح هذا القاموس هو عباره عن قاموس، صار الارديف اللي بتكتبه بارديف اس اوكي اول باول هو عباره عن معجم قاموس ديكشنري محطوط في مكان، وكل واحد بيكتب الداتا تبعته باخذ الفوكابولري او الديفينيشنز من وين؟ من هناك. فهذه الفكره ان نعمل شيرد فوكابولري اجريد فوكابولري ونعمل لها ديفينيشن ونحطها وتصير زي بين قوسين ستاندرد والناس تستعملها، هاي فكره الانتولوجي. يعني الانتولوجي عباره عن قاموس الكمبيوتر تبدا تفهم. تخيلوا كتبتوها بالار دي اس، يعني اللي بتسووه انتم اللي سويتوه بالار دي اس عباره عن انتولوجي، عباره عن معجم قاموس الكمبيوتر تبدا تفهم. عارف ايش يعني الكمبيوتر تبدا تفهم؟ يعني الداتا تبعتك المكتوبه ان تيرمز اوف هذيك بيقدر واحد يروح يقول اوكي ووركس فور. شو ووركس فور؟ هو هي علاقه بين شغلتين، الاولى بشخص والثاني شركة، مزبوط؟ مش هو يعني شو في قاموس. فانت بتقدر تكون شغلات تعرف ايش العلاقات اللي مع بين الداتا البروبرتيز، او تعرف تقول هاي سب كلاس من هذيك، او حتى هاي العلاقه سب بروبرتي من هذيك العلاقه. هلا اليوم انا ناخذ طبعا هذول كل البروبرتيز هذول بكفين عشان التعريف. اوكي حنتعلم اليوم شغلات كثيره عشان نساعدك تعرف. فهي الانتولوجي. هلا سيمانتيك ويب فيجن، نيجي على سيمانتيك ويب فيجن بكلمتين ثلاثه، انه بدنا الانترنت تعرفوا جوجل لما تبحث في جوجل تقول له اعطيني محلات اللي بتبيع ايفون برام الله، شو بجيب لك؟ اذا كتبت هاي الجمله اعطيني محلات اللي بتبيع ايفون برام الله بجيب لك شيء ولا بتقدر تفهم ولا له علاقه بسؤالك. ليش؟ لانه الانترنت مش ستراكشر مش داتا، صح؟ الانترنت مش داتا، تكست ان ستراكشر تكست. هلا فاجت هاي التقنيات سواء ارديف او ارديف اس او اول اجت عشان هاي الان ستراكشر داتا نعلمها نعملها مارك اب نعملها انوتيت ونربطها مع انتولوجي معينه بحيث انه السيرش انجنز يصير تفهم معنى هاي الداتا عشان لما نسال السيرش انجنز تقدر تجاوبنا بريسايزلي. طبعا هذا بنجي له انت في المحاضرات المستقبليه بتتكون الصوره اكثر منها. هلا اخذتوا انتم فيرست اوردر لوجيك، صح؟ هلا سواء ار دي اف ولا ار دي اف اس ولا اوي هاي انعكاس، انا مش اسميها بسميها انعكاس، هاي عباره عن لوجيك، هاي لوجيك. ها لوجيك زي اللي اخذنا كيف الفور اول وذير اكزيست تذكروهم ديسكريت ماثماتكس وفي الاي اي، هاي عباره. فانت بتكتب تعريفاتك باللوجيك وانت مش ذات، انت بتهيالك انك تستعمل اول ار دي اف اس وهذول اكس ام ال، بس هم ايش؟ في لوجيك بيهايند ذم اندر بينينج ذم. هلا حتى اللوجيك اللي تورى اول اللي اول وان اللي بنسميه شويك، هذا له اسم لوجيك منطق. او اللي تو بدنا نشوف قبل شوي في وراها لوجيك ثاني اسمه سرويك. اوكي طيب. هلا اذا شو بتختلف اول عن ار دي اس؟ اول مجازا انفورمال سبيكينج ماتش ديسم.
لانه يعني هم بدهم يعبروا بدهم يساعدونا. هي لغه للتعريف، يعني انت بتاخذ هاي اللغه عشان تعرف فوكابيولوري معين، تيرمينولوجي معين، عشان الداتا نكتبها بهاي اللغه، صح؟ يعني تروح بالار دي اف اس بتقول انا عرفت مفهوم ستودنت ومفهوم كورس ومفهوم سيمستر ومفهوم كذا وكذا وكذا، وعرفت علاقه انرولد ان، وعرفت علاقه هاز نيم، وعرفت علاقه كذا، تعرفت. هلا اوكي، فزي ما حكينا قبل شويه، اول اللي سابته انه كانت اها بكفيش اللي بتسوي الار دي اف اس اللي هم كلاس سب كلاس بروبرتي سب بروبرتي، بكفوش. انا بدي اضيف اشياء اكثر، اوكي؟ زي ما بنشوف هلا. فاول كيف شفنا ار دي اف اس اكستنشن للار دي اف، مزبوط مزبوط، يعني ار دي اف اس ليش بنكتب ار دي اف، وهي اصلا اكستنشن وبنقدر نكتبها داخل الار دي اف. الار دي اف اس مزبوط، وهنا نفس الفكره بالضبط. فاول از ان اكستنشن لمين؟ للار دي اف اس بنفس الاسلوب. ففي عندنا طبعا لارجر فوكابيولوري، في عندنا سترونجر سينتاكس، فهي صارت لغه قويه. طبعا في اول اذا بتشوفوا في مرات ايش اسمه اول فلو او الدي ال او اللايت، وهي القضايا نتطرق لها هلا. هو اهو اول از ريلي ريتش، يعني هي لغه قويه جدا تقدر تقول فيها كثير شغلات. هلا باختصار، انا بعرف انتم مش دارسين لوجيك، او مش كلكم دارس لوجيك، بدي الخص الجزء من اول. هلا ار دي اف اس سمثينج ريلي سمبل وسمول، صح؟ ار دي اف اس سمبل وسمول، يعني الكمبيوتر بيقدر يحسب ويعمل ريزنينج فيها بسرعه، بس كثير مش اكسبريسيف، يعني ما فيها شيء كثير نقدر نقوله. هلا اول از اكستريملي اكسبريسيف، ريلي اكسبريسيف. Well, طبعا في اشياء اكثر من اكسبريسيف مور ذان اول، بس اول فيري اكسبريسيف. بس لما بتكون انت اكسبريسيف في ثمن بتدفعه، شو هو الثمن اللي بتدفعه؟ نسميه الريزنينج تايم. هلا بصير في كومبلكسيتي لما تصير تحسب. الفرق بين اول لايت واول دي ال واول فول انه اول هاي الفول بنسميها undecided، يعني مش بس complicated، في شغلتين. اول شيء بدها وقت عالي تاع الكمبيوتر يحسبها، وزائد انها مش decidability للي بيعرف لوجيك، انه لما يجي يعمل reasoning الكمبيوتر اذا في جواب هيك، اذا في بيساله سؤال، يعني بتعطيه اول وبعدين بيساله سؤال. هلا في شيء جارنتي انه الكمبيوتر رجع لك الجواب، ممكن هو انفينيتي الكمبيوتر. ليش؟ لان اللغه فيري اكسبريسيف، هاي نسميها انه بيقدرش يرجع لنا بجواب، انه في احتمال انه ما يقدرش يرجع لنا بجواب، بنسميها undecided. هلا اول دي ال از decided، يعني انه احنا جارنتي انه الكمبيوتر بيرجع الجواب. يعني هاي يعني زي بدي اقول لكم كيف اللغه العربيه، اذا بتستعمل كل شيء مسموح باللغه العربيه بالطريقه اللي بتقولها، او معناته فيش كمبيوتر قادر تو جارانتي، يعني بضمن انه رجع لك جواب وحل لك جمله. بس اذا استعملت اشياء معينه، قواعد معينه في اللغه العربيه، وحكيت بس استعملت هاي القواعد، مثلا او دي ال، الكمبيوتر بيقدر يرجع لك جواب. طيب نضمن انه يرجع لك جواب، بس انه سريع؟ لا، ما نضمنش انه سريع. هلا اذا بدنا نضمن انه الكمبيوتر سريع وبرجع جواب، طبعا استعمل شو؟ اول لايت. اول لايت از سمثينج مور ذان ذا ار دي اف. اوكي؟ اذا بتذكروني باخر المحاضره ارد افسر منهم شيء بنرد برجع. طيب هلا اول تو، في سؤال؟ اول تو قلنا صارت وينتا 2009. هلا اول تو از ان اكستنشن تو اول 1، بس زادوا شويه شغلات وحذفوا شويه شغلات.
اول تو اللوجيك تبعها زي ما قلت قبل شويه سترويك. هذاك شو اسمه كان اللوجيك؟ شويك. شويك او شون حتى في اللوجيك بس دي ابس. هلا في شيء ما قلتوش عن اول وان وانا عن اول تو، هذا بظبط للثنتين، انه في شيء نسميه ريزنرز. شو يعني ريزنر؟ هلا شو يعني ريزن يعني انا بعطيك كل لك وبقول لك اعمل ريزن، شو يعني فكر فيها واعطيني جواب، صح؟ يعني اوتوماتيكلي بتطلع جواب. هلا هل في برامج اللي بعطيه انا الاول تبعي او الار دي اف تبع الطويل حتى والار دي اف اس وكله مع بعضه وبحسب لي وبرجع لي الجواب؟ في برامج طبعا، هاي نسميها ريزنرز. في شيء اسمه ريزر برو، في شيء اسمه فات بلس بلس هيرميت، وفي البليت. البليت اللي هو عباره عن هو مش انجن، هذول بنسميهم ريزنينج انجنز على فكره، او مرات ثيورم بروفرز، بس هذا مبني كجافا لايبرز فاللي بيستعمل يعني. اوكي، تعطيه لوجيك مكتوب باول واول اف اس الاخر كله ايش بتساله ويرجع لك الجواب. هلا سريعات لا تردوش عليهم سريعات، اما انه مرتب جواب كده في جواب. طيب فاول تو برضه زي هناك في اول دي ال واول كذا واول مش عارف ايش، هون في اول اي ال واول كيو ال واول ار ال، مش ما بعرفش والله اي ايش ستاندز فور، بس هاي الاو سمثينج ديس الاو سمثينج الاو. طبعا يعني هان ضافت على اول وان كذا وحذفت من اول وان كذا، ضافت على اول وان كذا وحذفت من اول وان كذا، عاده ما بركزش عليهم. اوكي، هلا ندخل في في البار في اول بيسكس. في حدا عنده سؤال لحد هلا؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طب كل انه بحسب شيء انه اول او واحد اف او واحد اس، يعني شو بحسب يعني كله؟ كل طالب هو إنسان وكل إنسان هو حيوان وكل حيوان هو كائن حي، وبعدين ترجع تقوله كل واحد المادي، كل مادي بتعتمد على مادي وهذيك بتعتمد على هذيك، وطالب يسجل مادي و و و و و و، وبعدين بتقوله جمال سجل مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا ومادة كذا، بعدين تسأله سؤال كله شو بقدر جمال يسجل في الفصل هذا مثلا. هذول الريزنرز. في سؤال ثاني؟